إيمال إدريسي، مواطنة مغربية تتعشق الفن وجميع أنواع الفنون خصوصا المسرح. هذه كتعريف بسيط على إيمال إدريسي. يعني إبنة أم لثلاث أطفال، زوجة الفنان رضوان الإبراهيمي. تزاديت في مدينة القنيطرة، كبرت في مدينة القنيطرة، قريت في مدينة القنيطرة، يعني بنت حلالة بامتياز. هذا كل ما يمكن نقول على إيمان. إيمان، البداية ديالك في المجال الفني كيف بدات؟ أرجع معك شوية لورا. الوراء بزاف. ذكرتيني ب بيام زوينه، يعني ايام كنا تنديروا شي حاجه وحنا ما عارفينش اصلا شنو تنديروا، يعني تتجبدنا شي حاجه وحنا ما عارفينش شنو اللي تيجبدنا، ما عارفينش شنو الحب الكبير اللي كان في الداخل ديالنا تجاه هذا الاب الفنون اللي هو كان تيجبدنا بلا ما يعني بلا ضوابط، يعني ما عارفين شنو هي القوه الدافعه لشنو كنا تنديروا. في كأي بداية يعني بسيطة، بنت المسرح الثانوي، كانوا عندي تجارب يعني مهمة وجوائز يعني تنفتخر بها، يعني نقدر نقول لك من انطلاقة كانت عندي من المسرح المدرسي وتنفتخر، لأن علاش هنا نقدر نقول بأن الفطرة يعني شي حاجة كاينة بالفطرة، يعني ماشي تعمدت أو أنني بحثت بزاف باش نلقى، لا لقيت داكشي بلا ما نبحث، يعني شي حاجة في الداخل ديالي من يعني كما تنقولوا من الصغر. رجع معك إيمان في البداية، يعني رسمتي على واحد يعني تألق لافت للنظر من خلال المشاركة ديالك في مسلسل المصابون واللي كنلقى إقبال كبير في هذيك الفترة، بالإضافة إلى بطولة مشتركة في الفيلم يعني تلفزيوني على دفة القلب. تحدثنا على هذه الأعمال إيمان. بالنسبة للمصابون كانت يعني مشاركة بسيطة، يعني أول مرة يعني إيمان جلست قدام الكاميرا، يعني كاميرا التلفزيون، كان من خلال مشهد في مسلسل المصابون. أما بالنسبة على دفة القلب كانت بطولة مشتركة مع حنان الإبراهيمي، نسرين، ويعني نخبة مهمة 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 من الشباب، وكانوا تترأسوا يعني الباقة الفنية، السي عبد العظيم الشناوي الله يعطيه الصحيحة، والسي العربي الساسي من هذا المنبر اللي تنتمنى له الشفاء العاجل. يعني كان واحد الجو شنقول لك، يعني تقريبا ما بين يعني الأصالة والمعاصرة، يعني كانوا شباب وكانوا رواد، يعني كان العمل جد 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 رائع، تجربة تنفتخر بها، تنفتخر بزاف بذاك التجربة، يعني عطتني واحد الـ يعني شنقول لك حلاوة الاشتغال قدام الكاميرا مع الرواد، يعني شيء الاشتغال مع الرواد شيء رائع 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 فعلا. يعني إيمان، من خلال التجربة ديالك فعلا اللي لقات إقبال كبير، يعني العديد من المهتمين وحتى يعني الجمهور المغربي يعني يتنبأ لك بواحد المستقبل يعني مشرق على الفل، إلا يعني من خلال بعد الآمال رجعنا بأن إيمان إدريسي غابت عن الساحة الفنية، شنو السبب إيمان؟ نقدر نقول اختفت. ولكن قلبي فعلا كان مع الساحة ومع الشغلات ومع الأعمال، إلا أنني كنت تزوجت وكانت عندي واحد الوقفة اللي أنا ما ندماش عليها أبدا أبدا، لأنني باش نكون واحد الجيل، يعني أنا أم لثلاثة الوليدات، أنا داك ولدت يعني تزوجت وولدت وما كنتش هنا، كنت في الغربة، يعني ضروري خصني وليداتي نقبلهم، ضروري خصني يعني نعطي الاساس، يعني داري ولوليداتي هذيك هي المهمه الاولى بالنسبه لي كأم، يعني حقا حب المجال وانا تنسميه فيروس، يعني ابدا ما يمكن ليش نبرى منه، ولكن في نفس الوقت يعني تنشوف المهمه اللي هي اهم واولى اللي هي وليداتي وداري، وما نقولش نكون يعني ما نقولش يعني واجبي تجاه جوزي، علاش؟ لان حتى هو كان ما نقولش يعني واجبي تجاه زوجي، علاش؟ لان حتى هو كان
يعني حامل معايا نفس الفيروس ونفس الهم، الا اننا قررنا بجوج اننا غنبعدوا شيئا ما على الساحه باش نقدروا نوقفوا على رجلينا ونوقفوا وليداتنا. وفعلا داك الشيء اللي كان توقفنا واحد الوقت، توقفنا هنا في المغرب، اما برا المغرب كانوا يعني في البلد اللي كنا فيه كانوا عندنا مشاركات يعني مسرحيه بسيطه يعني بالنسبه لي انا مازال هو كان شيئا ما متفرغ عليا يعني، اما انا كأم يعني راك عارف الظروف. اما العوده كانت تقريبا في كنا دخلنا ورجعنا للبلاد ديالنا ورجعنا يعني كما تنقولوا استقرينا، وتم قمنا بانشاء جمعيه منتقى الثقافه والفنون، يعني من خلالها رجعنا قمنا باعمال مسرحيه من جديد، انشطه، بدينا نعاود نطلعوا على الساحه من جديد وهكذا دواليك. هذا على مستوى المسرح ايمان. بالنسبه يعني التلفازه بعد غياب طويل بالفعل اللي ركزتي كل الاهتمام ديال الاسره ديالك، عدتي الان بقوه من خلال يعني البرنامج مي الحبيبه. تحدثتي لنا على التلفزيون. شنو نقول لك، تجربه البرنامج الاجتماعي الحبيبه مي يعني ما شهادتي فيه شنو نقول لك يعني مجروحه، ما صعيب 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 باش نتكلم على هذه التجربه هذه. علاش؟ لانها قد ما هي يعني تضيف لي يعني في المجال يعني رصيدي الفني، يعني تجربه شنو نقول لك رائعه ومؤلمة، مؤلمة بزاف. علاش؟ لأن تطل من خلالها على معاناة بعض الناس اللي هما فعلا قاسوا الشيء الكثير باش تحدث، يعني باش تشد صعيب يعني تشد سيناريو واقعي. يعني كاين اختلاف ما بين انك تشد سيناريو مؤلف من طرف كاتب ما تتحفظ تتشخص تمثل، يعني تجيك شيئا ما عادي عشناها الظروف ومعتاده، ولكن باش تشد انت يعني سيناريو وانت عارف بان راه صاحب ذاك السيناريو راه اكيد غيتفرج فيك، يعني تتكون عندك واحد العبء اكبر. يعني تتقول خصني ما امكن انني نوصل للواقع وبكل جوارحك ما تتصنعش، تتلقى فعلا راسك عايش ذاك الدور، عايش ذاك الحاله، عايش ذاك لان ما يمكن تخلطات عليا الامور، يمكن ما عرفتش كيفاش نعبر، ولكن نقدر نقول لك ان تجربه الحبيبه مي صعيبه بزاف كجانب يعني انساني يعني. ولكن ايمان يعني نجحتي في هذا الدور يعني بشهاده يعني مجموعه ديال المهتمين، شنو هي الاشياء او الظروف اللي خلاتك فعلا تنجحي في هذا الدور؟ حسيت. علاش؟ لان حسيت بكل شخصيه. كانت الشخصيه الاولى اللي هي ام السعديه، يعني ذاك المراه البسيطه اللي همها كله في الحياه بنتها، كيفاش ما نحسش بها وانا ام ثلاثة الوليدات؟ يعني هي انا عندي ثلاثة الوليدات وحسيت هي بنت وحدة وكيفاش كانت تتعاملها وكيفاش ما غنحش. بالنسبة للتجربة ديال التجربة الثانية يعني حياة المرأة اللي عاشت كل طرف مع الزوج ديالها الأول والحب الكبير، في الأخر تتلقى راسها ضائعة، كيفاش ما غنحش بها؟ كيفاش ما غنعطيش؟ التجربه يعني الحلقه الثالثه ديال السيده اللي بنتها مريضه والزوج ديالها مريض وتتعاني وولدها مات، كيفاش ما غنحش وهي ام تيموت لها ولدها؟ كيفاش ما غتجرحيش وانت تتأدي؟ يعني هذا هو سر نجاح الحبيبه امي، هو الصدق ديال السيناريو، صدق السيناريو. يعني واخا حقا ايه كاين ناس تكتب ولكن الواقع طاغي على ما يكتب، هذا هو بالضبط. ما الجديد ديالك ايمان ادريس؟ على مستوى المسرح او التلفزيون؟ مستوى المسرح ومستوى الاعمال التلفزيونيه. بالنسبه للاعمال التلفزيونيه ما نقدرش نقول لك. ماشي يعني باش كاينين ان شاء الله بجهد الله. اما بالنسبه للاعمال المسرحيه
شنقول لك، مؤخرا ملت يعني العمل المونودرامي، المسرح المونودرامي الفردي، ملت ليه. علاش؟ لقيت فيه ذاتي، لقيت فيه ايمان، لقيت فيه حريتي. ممكن نقدر نقول هذه الكلمة كأنانية، لقيت فيه حريتي فوق الخشبة. الحمد لله أعطيته وأعطاني، أعطاني الشيء الكثير، أعطاني اهتمام الجمهور، أعطاني جوائز داخل المغرب وخارج المغرب. ما ننساش تجربة تطلع لي مني في جمهورية مصر العربية. الحمد لله توجت بجائزة أحسن ممثلة، جائزة أحسن سينوغرافيا، جائزة أفضل عرض ثالث. يعني الحمد لله حببني. هذا كان أول تجربة لي مونودرامية، أول عرض مونودرامي وقفت به خارج المغرب، وعطاني هذه الجوائز. يعني شجعني، حببني في المونودراما، والحمد لله عطاتني وعطيتها العمل الثاني ديالنا تالي الليل للكاتبة العراقية رشا فاضل. الحمد لله حتى هو نال استحسان الجمهور، نال الجوائز. الفضل الكبير تيرجع للفنان الكبير، ما نقولش الزوج ديالي، ما نقول المخرج العبقري الفنان الكبير اللي وضع فيا ثقته. خلى علاقتنا الزوجية على جيه، وشغلنا يعني كمخرج وممثلة ما كانش دخل، يعني ما كانش تداخل ما بين العلاقات. كنا ممكن أننا نتناقشوا أو كممثل ومخرج، ومين تنخرجوا رحنا زوج وزوجة عادي، تنخليو داك الشيء مورانا. يمكن أنا تنقول هذا هو سبب النجاح ديال لا طلع لي مني ولا تالي الليل. حاليا أنا دابا ماشي بوحدي، ما تنقولش بوحدي يعني، لا أنا لا رضوان، تنفكروا في عمل جماعي. علاش؟ بغيت نخرج شوية من المونودراما، ما نبقاش في دائرة المونودراما، لأنني أكيد أنا مطالبة بمونودراما الموسم الجاي إن شاء الله. يعني بغيت باش يعني في حال يكون عندي فاصل ما بين المونودراما والمونودراما، ما نبقاش غادي في دوامة المونودراما. ما بغيتش المونودراما يعني تاخذني بمعنى الكلمة، يعني بغيت نشد العصا من الوسط، نبقى هكا وهكا. هذا بالنسبة للعمل المسرحي. رجع الوراء وقال لك يعني المتتبعين ديال قناه كينتا 36 بغا يعرفوا يعني الاراصات الاولى ديال العلاقه ديالك بينك وبين الجوج ديالك الفنان رضوان الابراهيم، كيفاش تعجبت؟ مادام حنا في نفس الدومين يعني اكيد غنكونوا تلاقينا في هذه مساله، هذه مساله باينه. انا كنت في مشاركه في احدى المهرجانات الوطنيه هنا في مدينه القنيطره، وهو كان مؤطر في نفس المهرجان، وقع السيركوي ببساطه شديده. يعني ما كاينش كثرت لهذا، وكان مباشره موراها كان عمل الوزيعه، كان عمل ضخم يعني هنا في مدينة القنيطرة. المخرج والمنتج يوسف الساسي، وكانوا يعني كان فيه ممثلين كبار، فيه بشير عبدو، العربي الساسي الله يعطيه الصحيحة، جهاد الغوالمي، وتل من شباب مدينة القنيطرة. وتم اقتراحي يعني بما أنني كما سبق لي وذكرت أنا كنت حاصلة في ذاك المهرجان على جائزة أحسن ممثلة، يعني أنا اللي مثلت مدينة القنيطرة، يعني كنت حاضرة في الذاكرة. واقترحني السي العربي الساسي ورضوان، وتم مشاركتي في الوزيعة. كانت عندنا جولة في ربوع المملكة، وأكيد احنا مع بعضياتنا وتنتعرفوا أكثر. مباشرة من مر الوزيعة تخطبت، جا ودق الباب وخطبني ومرفضتش. نتمنى الحياة تستمر بلادكم وتبقي بلادكم إن شاء الله. شكرا الله يبارك فيك. الطموحات ديالك المستقبلية إيمان إدريسي، شي حاجة باغا تحققها ومازال ما حققتش؟ مازال ما تحققتش؟ أنا تقريبا في المجال الفني مازال ما حققت حتى شي حاجة، وتنقول واقيلا ولو غيولي عندي 100 عام غنبقى نقول نفس الكلمة، لأن وماشي غير أنا،
يعني جميع الفنانات تلقى في الدواخل ديالهم طاقه كبيره وكثيره، وخص غير اللي يجبد، خص الايه دي تمد واللي يطلع على داك الكم الهائل من الطاقه اللي كاينه ويحاول يستثمرها. كفنانه يعني طموحاتي ان الفن والفنانين يرقاو في بلادنا ويكون عندنا اشعاع اكثر يعني على مستوى العالم. ايمان، هل من اضافات في الختام؟ شنو تقولي في الختام؟ غنبغي نقول واحد الحاجه اللي دائما 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 تنقولها في اي حوار او اي ملتقى او اي اجتماع. تنبغي نشكر بزاف بزاف بزاف، نرجع نقول الزوج ديالي. علاش؟ لان خلاني اعطاني فسحه. يعني ما احنا عارفين بان كان يعني ممكن ولو هو يعني في الميدان كان بامكانه يخلي انانيته تبقى طاغيه ويبغي هو بوحدو يشتغل في الميدان، نقولي انت بارك عليك عشتي داكشي اللي عشتيه درتي شفتي صافي، خليك في الدار مع الوليدات. وكان يعني غيكون ما عنديش خيار غير انني غنقبل، لان حبي لداري ولوليداتي غيكون اقوى من اي شيء. ولكن يعني تنرجع ونشكره بزاف بزاف، لان مد لي يد المساعده وعطاني، فتح لي بيبان، عطاني طرقان. يعني صراحه تنقولها وبكل كل 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 افتخار، يعني لولا رضوان الابراهيمي ما كانتش غتكون ايمان الادريسي. شكرا ايمان الادريسي، واكيد